تعد أشجار الكرم أحد النظم البيئية الهامة لمكونات المناطق الساحلية العمانية، وتشير الأدلة التاريخية والأثرية إلى أن أجزاء كبيرة من سواحل وجزر السلطنة كانت تغطيها غابات من هذه الأشجار. وأشجار الكرم واحدة من عدة أشجار مقاومة للملوحة، وتنمو في نطاق المد والجزر بالمناطق الساحلية، حيث تتوفر الظروف المناسبة لها في الأراضي المنبسطة خلف الشواطئ ومياه المد المتدفقة بصفة دائمة، ويتطلب نموها توفر مياه البحر الدافئة الضحلة وبعض المياه العذبة والرسوبيات الجيدة التي تحملها مياه الأمطار المنحدرة من قمم الجبال إلى مياه البحر. وأشجار القرم بعد اكتمال نموها تصبح بما حولها من مياه وتربة مأواً موسمياً للطيور المهاجرة، وحضانة مثالية لأسراب الأسماك والكائنات البحرية كالروبيان والقشريات والمحار والسرطانات، التي تجد في هذه البيئة عناصر غذائية عالية تكونت بفعل التفاعلات العضوية. فقد تكيفت أشجار القرم بشكل رائع مع هذه الظروف البيئية بالمناطق الساحلية، حيث فشلت سواها من الأشجار واستطاعت تحويل هذه المستنقعات المالحة إلى غابات خضراء تضفي على المكان جمالاً طبيعياً جذاباً، فضلاً عن دورها الفاعل كمصدات واقية تحمي الشواطئ من أمواج البحر العاتية. وهنا على خليج عمان تنفرد عاصمة البلاد مسقط دون سواها من عواصم عربية وعالمية عديدة بوجود غابة من أشجار القرم في أرقى أحياء المحافظة، وهي مدينة القرم التي أخذت هذا المسمى من انتشار هذه الشجرة بمرتفعاتها. وقد أعلن هذا الموقع كحديقة طبيعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 37 الصادر في عام 1975. وعلى بعد 40 كيلومتراً من حديقة القرم الطبيعية تتشكل لوحة أخرى من هذه الأشجار الخضراء التي تحدت الطبيعة الصخرية لمنطقة الخيران المعروفة ببندر الخيران، ووجد بها الملاذ الآمن لنموها وانتشارها لتصبح موقعاً سياحياً بالغ الروعة والجمال، يجتذب العديد من السياح ومرتادي البحر للاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة بين أحضان الطبيعة الساحرة لهذه المنطقة. وفي مارس من عام 2001 تم استزراع 11500 شجرة في السوادي بمنطقة الباطنة، على الرغم من أن أرض السوادي تبدو جدباء ولا توجد بها أشجار القرم قبل عملية الاستزراع، إلا أن الأشجار نمت وبصورة جيدة. ولا يقتصر انتشار أشجار القرم على محافظة مسقط، بل امتد انتشارها على ضفاف بحر العرب وخليج عمان، فهي تتواجد في خور حرمول بولاية لواء الذي يبعد عن محافظة مسقط مسافة تزيد عن 200 كيلومتر، ويمثل إحدى البيئات الطبيعية التي نمت وتكاثرت فيها أشجار القرم بمنطقة الباطنة. فعلى امتداد السهل الساحلي لهذه المنطقة تشدك عزيز المشاهد
تلك المناظر الخلابة لأشجار القرم في خور شناص وخور كلباء بولاية شناص، حيث تم استزراع مسافات شاسعة بغرض استعادة الدور الذي تشكله أشجار القرم لبيئة طبيعية لنمو وتكاثر الأحياء البحرية. وأشهر أنواع أشجار القرم التي تنمو في السلطنة أشجار القرم الأسود التي تعرف علمياً باسم أفا ياسينا، الذي لم يكن سوى ترجمة أوروبية لاسم العالم والطبيب العربي الشهير ابن سينا، وهي أشجار دائمة الخضرة متوسطة الارتفاع تكسوها أوراق خضراء داكنة تميل إلى الرمادي وباطنها أبيض صوفي. أما الأزهار فلونها برتقالي مائل للإصفرار ومرتبة على شكل عناقيد، وثمارها خضراء مسطحة من الجانبين يصل طولها لحوالي 3 سنتيمترات، تحتوي جنيناً متطوراً قادراً على النمو خلال 24 ساعة. والنظم البيئية لأشجار القرم عزيزي المشاهد تعد هشة كونها أنواع هامشية يعيش أفرادها أقصى حدود طاقاتهم للتحمل بالنسبة للمتغيرات البيئية أو الأنشطة الرعوية والعمرانية، وهو ما يفسر عناية السلطنة بإعادة تأهيل مواقع هذه الأشجار بامتداد سواحلها، وهو المشروع الذي تتولى إدارته وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه. كما انتشرت أشجار القرم في المنطقة الشرقية في كل من خور البطح وخور رأس الحد، وتمت عملية الاستزراع في ولاية صور في نوفمبر 2001، حيث تم نقل 11,000 شجرة من مشتل القرم بمحافظة مسقط إلى مواقع مختارة بولاية صور. وفي مايو 2002 تم إنشاء حضانة جديدة في ولاية صور بخور البطح لتصبح المشتل الدائم الذي سيتم نقل الشتلات منه إلى المواقع المختارة للاستزراع بالمنطقة الشرقية. وهنا في أحضان بحر العرب المطل على المحيط الهندي احتضنت جزيرة محوت أكبر غابة لأشجار القرم في سلطنة عمان، والمغذي الرئيسي لأكبر مخزون للروبيان في السلطنة، ويصل ارتفاع أشجار القرم في جزيرة محوت إلى حوالي 14 متراً. إن بعد جزيرة محوت عن الشاطئ أوجد فرصة ملائمة لنمو أشجار القرم دون أن تتضرر بما يمارسه الإنسان على مثيلاتها من الأشجار الملاصقة للشاطئ، كما أن التركيبة السكانية والعدد المحدود من الأشخاص الذين يعيشون في الجزيرة يعد أحد العوامل التي ساعدت على نمو تلك الأشجار. أما في محافظة ظفار فقد قامت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بتوفير الحماية لعدد من الأخوار التي تنتشر فيها أشجار القرم، ويشد الزائر للمحافظة المنظر الرائع
الذي شكلته أشجار القرم على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة. وتمر عملية استزراع أشجار القرم عادة بعدة مراحل، ابتداء بعملية تجميع البذور، ثم عملية تنظيفها ووضعها في أحواض مائية معدة لهذا الغرض، ثم تجفيفها وإعادة استزراعها وغمرها بالمياه. وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تخلو من المشقة، إلا أن رغبة الحكومة وتعاون المواطنين النابعة من إدراكهم لأهمية هذه الشجرة أسهم في نجاح هذا المشروع في عدد من الأخوار على امتداد السواحل العمانية. ومن أبرز الأخوار التي تتميز بنمو وتكاثر أشجار القرم بمحافظة ظفار خور القرم الكبير، الذي يتميز بوجود أكثر من 9 أنواع من الأسماك وأكثر من 13 نوعا من الطيور. وينطبق هذا الأمر أيضا على خور القرم الصغير، الذي يتميز بوجود نفس الموارد المتوفرة في خور القرم الكبير. ويعد هذان الخوران مأوى مناسبا لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية المختلفة. وتتميز محافظة ظفار بوجود الكثير من الأخوار التي تعد من أهم البيئات التي تنمو فيها أشجار القرم في السلطنة. وتحتوي هذه الأخوار على أشجار القرم والتي قد يصل طولها أحيانا إلى 6 أمتار. وبسبب وجود هذه الأشجار فقد أصبحت هذه الأخوار مناطق جذب سياحي. لقد اكتسبت جهود الحكومة في استزراع أشجار القرم بعداً آخر في ضوء التعاون مع الحكومة اليابانية للاستفادة من خبرات المختصين اليابانيين في عملية الاستزراع، حيث أوفدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا فريقاً متكاملاً أوكلت إليه مهمة القيام بالمسوحات الميدانية تمهيداً لإعداد الخطة الرئيسية لتأهيل وصون وإدارة أشجار القرم في السلطنة، وذلك بمشاركة المختصين من الوزارة في هذا المجال. ويقوم متخصصون عمانيون مدربون على طرق الاستزراع بعملية الإشراف على خطوات ومراحل الاستزراع، مستفيدين من الخبرات العاملة معهم، كما تم إفاد عدد منهم إلى اليابان لأخذ دورات خاصة للاستفادة من التجارب اليابانية الرائدة في هذا المجال. إن مشروع استزراع أشجار القرم ومشروع إعداد الخطة الرئيسية لتأهيل وصون وإدارة أشجار القرم يهدفان إلى إنجاز تناغم بين تنمية إقليمية لأشجار القرم على أسس مستديمة وصون البيئة في الوقت ذاته، وذلك في سبيل المحافظة على الموارد التي تتميز بها السلطنة. وتنوي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه توسعة المشروع ليشمل معظم الأخوار في السلطنة، خاصة المؤهلة للاستزراع، وذلك لزيادة أشجار القرم في السلطنة لكونها مورداً ساحلياً مهم وفريد للبيئة البحرية، كما يهدف إلى تأهيل الأخوار المتدهورة لإعادة الحياة إليها وزيادة المناظر الطبيعية.